السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. هذا هو موجز الأنباء. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أزلية ومتانة العلاقات بين شعبي وادي النيل وأهمية ترقيتها لآفاق أرحب، وجدد خلال لقائه بمكتبه أمس وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم حرص السودان على استمرار التعاون المشترك مع مصر في مجالات المياه والري، واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل وتذليل العقبات والتحديات كافة التي تواجهها بما يمكنها من الاطلاع بدورها لتحقيق مصالح وتطلعات شعبي البلدين. أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر بالدعم الكبير الذي تقدمه منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية للسودان في مجالات تنفيذ العديد من المشروعات الصحية بولايات البلاد المختلفة. وأكد خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس المدير القطري للمنظمة حسن كامباوري دعم الحكومة للمنظمة بما يمكنها من أداء عملها وتقديم الدعم للشرائح الضعيفة في السودان في المجالات الصحية. ثمن سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان السيد إيدان أوهارا مساعي حكومة ولاية غرب دارفور الرامية لاستقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية والتعليمية للنازحين، ونوه خلال زيارته للولاية إلى خطة الاتحاد الأوروبي والشركاء للعام 2023 من خلال زيادة دعم المشروعات عبر وسائل جديدة، من بينها دعم مشروع التعليم خاصة تعليم الأطفال خارج المدارس وتدريب الشباب والنساء بهدف تعزيز الاستقرار والوقوف على البرامج والمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتعرف على الاحتياجات اللازمة للمجتمعات، بجانب عقد لقاءات مع الجهات الموقعة على مشروعات الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمدارس الآمنة بالتنسيق مع منظمة رعاية الطفولة بقية جلب مزيد من الدعم لتنفيذ تلك المشروعات. رحب عدد من أعضاء لجنة السلم والمصالحات المجتمعية المنبثقة من اتفاقيتي وقف العدائيات بين قبيلتي الزقاوة والفور من جهة ومجموعة القبائل العربية من جهة أخرى بولاية شمال دارفور، رحبوا بانضمام قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور التي تم تشكيلها بموجب اتفاقية جوبا للسلام إلى القوات المنتشرة بمناطق كولجي وتابت وطويلة للقيام بمهامها في تأمين إنزال الاتفاقيتين على الأرض. وجه والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة وزارة التخطيط العمراني بزيارة موقع حظائر جبل طورية مربع 42 أبو سعد ورفع تقرير عن الواقع الحالي وتقديم مقترحات لمعالجة أوضاع المواطنين المتواجدين هناك في اجتماع ينعقد بعد أسبوعين بحضور ممثلين لأصحاب الحظائر. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الوالي أمس مع السلطات المعنية، وكان الوالي قد تسلم مذكرة من أصحاب الحظائر اشتكوا فيها من معاناتهم من عدم الاستقرار وترحيلهم عدة مرات وطالبوا بتقنين أوضاعهم. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.